ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في القناة ديالي. دونك القناة اليوم غادي ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الأكلة لاتينية من يعني من نواحي ديال من الأصل ديال الزوج ديالي، هادي علمتها لي العكوزة ديالي. دونك باش غادي نصاوبو هاد الأكلة غادي نحتاجو هاد النوع ديال الحوت. هاد الحوت تقدروا تاخذوا اي حوت بغيتوا، اولا تاخذوا هذا الحوت اللي كيتواجد بالنسبه للناس ديال امريكا، كيتواجد في فالمارت، كيتواجد في ستوب اند شوب، اي بلاصه مشيتوا ليها اللي سميتو الكود وايلد كاف وسميتو هنايا ها هو بولوك فيليب. هذا الحوت تقدروا تلقايوه في اي بلاصه. انا كنقول لكم يعني بالنسبه للمغرب تقدروا تعوضوه باي حوت بغيتوا، حوت البيض. دونك غادي نديروا هذا الحوت. غادي نحتاجوا الفلفله غنقطعها صغيرات، البصلات هي نقطعها صغيرات، انا ما عنديش بصله كبيره، درت جوج بصلات صغار. هذه واحد الشرموله حتى هي علمات عليا غوستي، دابا نوريها لكم ان شاء الله في فيديو بوحديتها لان كتحتاج بزاف ديال لي زانغغيديون، كتحتاج بزاف ديال الوقت. دونك ولكن المكونات ديالها سهله، الا كانت عندكم الفلفله خضراء، فلفله حمراء، عندكم الفلفله سميتو دوك الفلفلات الصغار الحلوين، البصله، الثومه، القزبر والمعدنوس وشويه ديال الزعتر، شويه ديال البزار، شويه الملح على بغيتو تزيدوا لهم المكونات. عندي لاصوص تقدروا تعوضوها في المغرب لاصوص ديال سميتها يا ربي هذيك لاصوص اللي الباكيه ديالها خضراء ما بقيتش عقلها على السميه ديالها. المهم اي صوص ديال المطيشه. عندي الزيت وعندي الباذنجان، دونك بقاو معايا انا غنوريكم المراحل. دونك اول حاجه كناخذ هذا الحوت اللي وريتكم. هذا الحوت كيكون بحال اللي دايرينه في الملحه، هذا هو الشكل ديالو، هو حوت بيض. غادي نحاول باش ما امكن نغسلو من الملحه. غندير نغسلوها بشويه من الملحه ومن بعد غادي نردو يطيب. تبيض حاول نغسلو من الملحه بحال هكا. من بعد غادي نديرلو غنعمر هاد الفاصونه ولا لي مثل ما بغيتو. انا هادو ديال الطاوه غادي نعمرها، غنعمرها هنايا بالماء وغادي نردو يطيب حتى نشوف ديك الملحه غادي تبدا تطلع كامله من الفوق وغادي نحبس عليه الطياب. دونك بقاو معايا باش نكملوا المراحل. دونك هنايا غادي ندوزو المرحله المواليه. غناخذ الدنجال ديالي. دونك انا ديجا غسلت الدنجال هنايا، غادي نقطعها طواور بحال غادي نديرو للمقلي. دونك كنقطع الدنجال كامله طواور، الخضره ديالي كلها غادي نحاول نقطعها، ولكن غنصبق الدنجال حيت الدنجال انتما غادي تشوفوا شنو غادي ندير ليه. ما غاديش نقليه وانما غادي نفورو. هنايا الدنجالة راها كافية، غنحيدها غير داك الطريق ديالها لاخر لأن هداك كيكون فيه بحال السريعة. دونك غنشد الدنجالة ديالي هي هادي ومن بعد غادي ندير نفورها. دونك خديت هنايا البرمة عمرتها بالماء وخديت الكسكاس ديالي هنايا وغادي ندير نستف الدنجال ديالي بحال هكا. يا يعني اما تقدروا ديروه مفور اولا غادي تقدروا تسلقوه اللي بغيتو، مي انا كنفضل انني نفوره حيت الا سلقته غيكون فيه الماء بزاف. دونك غادي نشد الدنجال ديالي بحال هكا حطيتو في البرمه وغادي نردو يتفور. اون فوا غادي نشوفو طاب غنطفي عليه. صافي منين رديت الدنجال ديالي يتفور غادي نكمل التقطاع ديالي ديال الخضرة عادية. غنحاول نقطع الخضرة صغيرة هكا
عايله نكون طحانه، انا ما فيا دي اللي خدمت الطحانه دابا، غنقطعها غير هكا صغيره، ما صغيره ما كبيره هكا، بحال غادي نكون كنقطع الفلفله ديال الشوا. نقطع الفلفلة ديالي والبصلة ديالي بنفس الطريقة. دونك هنا نسيت ما قلتلكمش واحد المكون اخر اللي كنرافقو مع هذيك لاصوص اللي غادي نصاوبو بديك الحوت والبنجال، فضروري من الروز. انا هنايا استعملت اروز بسماتي، اروز البيض. دونك خديت هذا الكاس، دونك انا بالنسبه لينا حنا جوج ديال الناس كاس كبير بحال هكا كافي. دونك غادي نشلل الروز، نغسلو مزيان حتى ما يبقاش فيه ديك النشا البيضاء. دونك غنحاول نشلل الروز حتى ما يبقاش فيه ديك النشا البيضاء. دونك دابا رديت كلشي طيب، رديت الروز يطيب فقط للافاده. بالنسبه للروز انا استعملت كاس كبير ديال الروز، فبالنسبه للماء غادي نستعملوا كاس ونص ديال الماء، وما نحركوش الروز الا بغينا كل حبه تجي وحديتها. انا غادي نحاول ندير لكم فيديو من بعد ديال الطريقه كيفاش ديروا طيبوا الروز باش يجيكم حبه حبه مفرقه على بعضياتها. ولا لاحظتوا انني ما استعملتش هنايا كاع لا ملحه لا بزار لا حتى شي حاجه. دونك غنستعمل فقط واحد المكون اللي هو واحد المكون ديال بحال الزعفران ديال المغرب، ولكن هو بحال ملون ومنسم في نفس الوقت. دونك المكون اللي نسيت ما ذكرتوش لكم في الاول واللي غادي نستعمل اللي هو هذا، هذا المكون بالنسبه للناس اللي في امريكا متواجد بزاف، فين ما مشيتو تلقاه، هو المارت سوب ستوب اند شوب بي جي اس برايس رايس فين ما مشيتو. هذا يمكن لكم بالنسبه للناس اللي في المغرب تعمر تعوضوه بالزعفران، زعفران الملون، وتقدروا تزيدوا معاه مثلا البزار الملحه ولا تزيدوا معاه الكنور اللي بغيتوا، غير باش يعطيكم النسمه حيت هذا ديجا كيجي منسم وكيجي اللون ديالو بحال هذا اللون لورانج. دونك هنايا جيت باش نوجد لاصوص، غنبدا توجد ديال لاصوص، فغندير الزيت بحال اللي غادي نصاوبو زعلوك ديال البنجال، غير هو غادي نديرو فيه البصلة وغادي ندير الفلفلة وغادي نردها تقلى. دونك عندي البصلة والفلفلة غادي نردهم يتقلاو حتى يهبطو ما يبقاوش قاصحين، من بعدها غادي نكمل باقي المكونات. دونك هنايا كنت قليت الفلفلة والبصلة في زويته، دابا غادي نزيد عليهم البنجال. البنجال ديجا كما قلت لكم فورناه، دونك نزيدو بحال هكا دونك من بعد ما زدنا له ديك البصله والفلفله كنزيد لهم البنجال. دونك عندنا البنجال مفور دونك كيجينا ساهل، غادي نزيدو معلقه كبيره من ديك الشرموله. دونك هذه راه انا غادي نحط هادشي كامل لان كتعطي واحد المذاق زوين، وغادي نزيد لها هذا المكون اللي داير بحال الزعفران. دونك هانتوما غادي تشوفوا اللون ديالو، با
هو فيه مالح، فيه كل شيء، لكن كل شيء غادي نخلط، وغادي نزيد لاصوص طوماط اللي عندي. دونك نزيد ديك لاصوص طوماط، انا عندي نص بارك، ما نزيدش كثير. دونك عندي الحوت راه هو دابا طاب، غادي نخليه غير يتقلى هذا هي شي شويه. ها نتوما كيجي بحال زعلوك. دونك من بعد ما طيبت داك الحوت، ها نتوما شديته صفيته هنايا بحال الحوت الابيض، وزدت غسلته باش نحيد منه الملحه، لان كتكون فيه الملحه ديال البحر، الملحه الحيه. ففاش كتكون فيه ديك الملحه الحيه كيكون المذاق ديالو مجهد، فكتشللوه في الاول قبل ما ديروه يطيب. فاش كيطيب كيزيد يحيد ديك الملحه، من بعد ما كيحيد ديك الملحه كتشدوه، من بعد ما كيطيب كتشدوه كتصفيوه وكتعاودوا تزيدوا تغسلوه، ورغم ذلك وكيبقى مالح. دابا هو راه عندي طايب، غنحاول نقلب لكم على السميه ديالو. هو كيقولوا له الحد القد، ولكن في المغرب الباكالا القد. مهم انا باش ما كان غنحط لكم السميه ديالو وشي صوره ديالو باش تعرفوا كيفاش داير. ودابا غادي نزيدو على ديك لاصوص اللي راها ديجا رديتها كتقلى، وغادي نخلط كلشي، والرز راه حتى هو عندي واجد. دونك هذا هو الشكل النهائي ديال الاكله. صراحه بنينه، انا النبلوله كان جاتني كان جاني المانون شويه غريب بنجال والحوت، ولكن من بعد ما كليتها من عندي داكوستي حمقاتني. دونك بالنسبه ل انا رافقتها مع لافوكا، تقدروا ترافقوها مع صوص غواكامالو ديال لافوكا، اولا تطحنوا لافوكا وديروا معها شويه ديال الحامض وشويه ديال الزيت البلديه شويه ديال البزار مليحه وترافقوها معها. انا حطيت لافوكا غير حتى شاكه راجلي كيبغيها. نتمنى ان هاد الاكله تكون عجبتكم، ونتمنى ان اللي جربها يحط ليا في الكومونتير كي جاتكم الاكله، وتنال الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم هاد الفيديو ما تنساوش ديروا سبسكرايب لايك and share.